مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة هذا المساء من زوايا الحدث، والتي سنخصصها للحديث عن مستجدات المواجهات على تخوم صنعاء في كل من نهم وحجة وعلاقة ذلك بمعركة صنعاء المرتقبة. بات من المؤكد اقتراب ساعة الصفر لمعركة استعادة العاصمة صنعاء من يد ميليشيا الحوثي والمخلوع. تحركات على جبهات عدة جميعها تقول إن جميع الطرق باتت تؤدي إلى صنعاء. البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء التي كانت أحد طرقها الفرعية عنوانا لسقوط الدولة في قبضة الميليشيا في سبتمبر قبل الماضي، يبدو أنها ستكون ذات البوابة لاستعادة الدولة ومركزها السياسي مرة أخرى. الطريق إلى صنعاء بات سالكا نوعا ما مع توالي الانتصارات التي تحققها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من مأرب إلى الجوف، وصولا إلى فرضة نهم التي باتت أخيرا في يد الشرعية. انتقال المعركة من الأطراف إلى المركز من شأنه تغيير المعادلة العسكرية وعكسها بشكل كلي، وهو ما قد يعني بدء العد التنازلي لإنهاء حقبة سيطرة الميليشيا وحليفها على صناعة القرار السياسي في البلاد والعودة بالأمور إلى نصابها ووضع النقاط على الحروف. وبالتوازي مع العمل العسكري في البوابة الشرقية، هناك عمليات عسكرية واسعة في الجهة الغربية للبلاد استطاعت تحقيق انتصارات كبيرة في جبهة ميدي في محافظة حجة غربا، وتشير الأحداث في مجملها إلى أن فرص الحلول السياسية فشلت وتعثرت بسبب عدم التوصل لأرضية مشتركة واستمرار تعنت الحوثيين وحليفهم، وهو ما جعل الخيار العسكري الحل الأكثر نجاعة وفعالية لاستعادة الدولة وإنهاء أحلام الإنقلابيين. لمناقشة مستجدات الوضع ومسار المعركة إلى صنعاء في صنعاء، سيكون معنا من تخوم صنعاء اللواء عبد الرب الشدادي قائد المنطقة الثالثة، ومن صنعاء أيضا سيكون معنا المتحدث باسم المقاومة عبد الكريم سعيل، ومن القاهرة سينضم معنا مدير دائرة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني اللواء محسن خصروف، كما سيكون معنا من الرياض سيكون معنا مدير مركز أبعاد عبد السلام محمد. ولكن قبل أن نبدأ النقاش نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود نتابع. على أبواب صنعاء تتحفز طلائع الجيش الوطني والمقاومة للمعركة الأخيرة. من نهم تترأى العاصمة وقد صارت أقرب من أي وقت مضى، بينما تدور معارك عنيفة على أبوابها تكللت أخيرا باستعادة معسكر اللواء 312 أو ما يسمى معسكر الفرضة، الذي تمكنت المقاومة والجيش الوطني من السيطرة عليه بعد معارك عنيفة امتدت لأيام. وتأتي السيطرة على المعسكر الاستراتيجي في المدخل الشمالي الشرقي لصنعاء بعد أن كانت المقاومة قد سيطرت على أجزاء واسعة من الجبال المحيطة به، وهو ما يضع قوات الجيش الوطني والمقاومة على مسافة كيلومترات قليلة من العاصمة صنعاء بانتظار إطلاق المرحلة التالية من طريق تتوقف نهايته في شوارع المدينة المنتظرة منذ عام. على الجبهة الغربية يستمر تقدم قوات الجيش الوطني على طول المدن الساحلية في محافظة حجة، مفترق الطريق إلى صنعاء وصعدة والحديدة أيضا. بعد استكمال تطهير مدينة ميدي خلال اليومين الماضيين، يتحضر الجيش الوطني لمعركة جديدة في مديرية عبس وسط غارات مكثفة تنفذها طائرات التحالف العربي على مواقع الميليشيا هناك. ومن المنتظر أن تشكل سيطرة الجيش الوطني على عبس خطوة مهمة أخرى تضع المقاومة والجيش على طريق يؤدي إلى اتجاهين صنعاء وصعدة، معقل الميليشيا ومقر سلطتها التي تتآكل كل يوم. لا بد من صنعاء وإن طال السفر، مقولة خلدتها الذاكرة اليمنية ورددها اليمنيون كثيرا في كل مرة تصبح فيها صنعاء مدينة بعيدة، وما أكثر المرات التي كانت فيها صنعاء بعيدة. نجدد الترحيب بكم في زوايا الحدث لهذا المساء، والذي سنخصصه لمناقشة تحضيرات المعركة المرتقبة في صنعاء على ضوء تقدم المقاومة والجيش الوطني في كل من نهم وحجة. وينضم إلينا الآن المتحدث باسم المقاومة السيد عبد الكريم سعيل. مرحبا بك سيد عبد الكريم. أهلا وسهلا. أولا أصحح، أنا عضو المجلس الأعلى لمقاومة صنعاء.
نعم زميل آخر. نعم، إذن سيد عبد الكريم، بداية بما أن كل العيون والآمال الآن على فرضة نهم وهذه الجبهة، ما هي آخر مستجدات الوضع في هذه الجبهة؟ هل هنالك أي تقدم جديد للمقاومة؟ التقدم مستمر في جبهة محافظة صنعاء بالذات. قوات المقاومة والجيش الوطني في مواجهات مع الانقلابيين في منطقة بلد تجاوز ملح والمدفون. الآن المواجهات في منطقة محلي وخلقاوة، والطيران اليوم ضرب منطقة محلي وخلقاوة ونوبة شقان، وأيضا في الغيان الذي يبعد عن أمانة العاصمة، عن أولى مديريات أمانة العاصمة بني الحارث عدة يعني كيلو مترات. اليوم ايضا هناك الهلال الاحمر باشر انتشار الجثث الانقلابيين، العشرات من الجثث الانقلابيين في وادي ملح، وكذلك المقاومه ترتب لصفوف هذه الموالع التي تم تحريرها، الى اضافه الى انه في الجانب الغربي من فرضه نهم مواجهات في منطقه مسوره. نعم، اذا سيد عبد الكريم، هل يعني ذلك انكم تجاوزتم معسكر الفرضه كاملا؟ الحديث عن معسكر الفرضة وموقع الفرضة يعني لم يعد يجدي، والناس تحدوها اليوم. المقاومة والجيش الوطني قريب من نديل غيلان، يعني ما يبعد عن الفرضة أكثر من 12 كيلو، وهذا يختصر لنا مسافة مزيدا من لوك معسكر فرضة نهم الذي لا بد على الشرعية أن تستكمل الغام وتشطيبه وإعداده ليكون مكرا أو مؤخرة لقوات الشرع. الأهم اليوم هو أن بالأمس زار المفتش اللواء 14 في صحن الجن. نعم، إذا سيد عبد الكريم، ما الذي يعني سقوط معسكر الفرضة في نهم واستعادة اللواء 312 في سير المعارك نحو المعركة المرتقبة الأكبر في صنعاء؟ هل تسمع؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد عبد الكريم. كما قلنا لكم مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم من زوايا الحدث خصصناها لتسليط الضوء على اقتراب معركة تحرير صنعاء، المعركة الأهم والمعركة المرتقبة، حيث أن القوات الحكومية أعلنت سيطرتها التامة على معسكر فرضة نهم عند المدخل الشرقي للعاصمة بعد 3 أيام من المعارك الطاحنة هناك. ووكالة الأنباء الرسمية ذكرت أن القوات الحكومية وحلفائها تمكنوا من استعادة السيطرة على مقر قيادة اللواء 312 بفرضة نهم بعد مواجهات أيضا عنيفة عصر اليوم أمس الخميس. ونقلت الوكالة الحكومية عن مصدر عسكري أن قواته أجبرت الحوثيين على الانسحاب من المعسكر، كما استعادت كميات كبيرة من السلاح بينها مدرعات ودبابات وصواريخ. حديث أيضا عن اتصالات قبلية لتسهيل عبور القوات الحكومية في المناطق المجاورة مقابل خروج آمن للحوثيين منها بعد تسليم أسلحتهم. وللمعلومات أن فرضة نهم هي عبارة عن سلسلة جبلية تمتد من مفرق الجوف صعودا إلى منطقة مسورة التابعة لمديرية نهم بمحافظة صنعاء، وهي جبال واعرة تم عبرها شق طريق اسفلتي يربط بين محافظات صنعاء ومأرب والجوف. وهنا أعتقد تكمن أهمية السيطرة وتقدم المقاومة على هذه المنطقة المهمة، فرضة نهم ومديرية نهم. والآن ينضم إلينا عبد السلام، محمد عبد السلام، مدير مركز أبعاد للدراسات. مرحبا بك سيد محمد. أهلا وسهلا فيكم. أهلا بك سيدي. تقدم متسارع للمقاومة باتجاه صنعاء واقتراب موعد المعركة الأهم والمرتقبة، وأهم مناطق هذا التقدم ما يحصل الآن في البوابة الشرقية لصنعاء. ما الأهمية الاستراتيجية لذلك لمعركة تحرير صنعاء؟ معركة تحرير نهم لها أهمية استراتيجية تتعلق بالعاصمة صنعاء، خاصة أنها في البوابة الشرقية. وأعتقد أن هناك عدة عوامل ساعدت على هذه المعركة،
واتجاهها باتجاه انصار المقاومة الشعبية. ومن ضمن هذه العوامل أهمها أن المقاتلين كلهم ينتمون إلى المناطق القريبة منهم والمحيطة بصنعاء مثل الحب والحيمة وبقية المناطق التي يعرفون طبيعة التضاريس الموجودة هناك. نعم، ما إذا انتقلنا إلى البوابة الغربية ومعركة الدائرة على تخوم صنعاء الغربية في حجة، هل لها علاقة بالاقتراب من صنعاء من الغرب كما حدث من الشرق، أم أنها الأمر يعني آخر؟ موضوع الجبهة الغربية له أهمية استراتيجية الخاصة، خاصة أنه يتعلق بالساحل، وهذا الساحل تأمينه معناه قطع الإمدادات العسكرية والتسليح من البحر. ثم أن هذه الجبهة مهمة جدا التقدم فيها الآن قبل سقوط صنعاء لتأمين هذه المنطقة من توافد سلاح وتوافد جماعات إرهابية من خارج البلاد. وأيضا مهم أن تكون هذه الانتصارات متزامنة مع الدخول إلى صنعاء. نعم، إذن سيد عبد السلام تفضل بالبقاء معنا، واسمح لي أن أعود إلى ضيفي عبد الكريم ثعيل، عودنا الاتصال به من جديد. سيد عبد الكريم، كنا نتحدث عن أهمية معسكر الفرضة واستعادة اللواء 312 بالنسبة لسير المعارك والحاصلة الآن. الصوت غير واضح، لم أسمع السؤال. نعم، أحدثك عن أهمية سقوط معسكر الفرضة في نهم واستعادة اللواء 312. على العموم الصوت غير واضح من لديكم، وإذا كان صوتي مسموع سأتحدث عن ما يدور على الأرض، حيث أن اليوم نعم تفضل. الأهمية الاستراتيجية لنهم هي مهمة جدا، كونها تربط بين عدد من المديريات ومديرية محافظة صنعاء، وأيضا تساهم من زاوية معينة أمانة العاصمة، كما أنها معبر نستطيع أن نصفه بأنه معبر دولي والمعبر الوحيد لليمنيين للعبور إلى مأرب حضرموت في المملكة العربية السعودية. باعتبار أن العاصمة السياسية أو العاصمة العسكرية الشرعية مأرب أصبحت في مأمن، وهي أصبحت خلفية ومؤخرة شاملة للقوات اليمنية. هناك تدريب لعديد من الأوية، هناك تجهيزات، رئيس هيئة الأركان وقيادة المنطقة الثالثة الشتابي وقيادات المقاومة يعملون على تجهيز وترتيب صفوف ألوية الجيش، وأيضا ضم مزيدا من المقاومة في ألوية جديدة لتتمكن من الالحاق بالألوية السابقة والمقاومة أيضا للانتشار في المناطق التي تم تحريرها. نعتذر من السيد عبد الكريم، يبدو أنه لا يسمعني، هنالك خلل في الاتصال معه. نعود لضيفي سيد عبد السلام محمد. سيد عبد السلام، ما إذا تحدثنا عن ملامح معركة صنعاء المرتقبة التي بدأت تتشكل الآن مع التقدم المستمر للمقاومة في المناطق المتاخمة لصنعاء غربا وشمالا، كيف لك أن تصف لنا هذه الملامح؟ ملامح معركة صنعاء واضحة جدا أنها ستكون الحاسمة في نهاية المعركة مع الانقلابين بين القوى الشرعية وجماعة صالح والحوثي المتمردة. نعم. وأعتقد أن ملامح المعركة هي ربما تعبر عنها الخطوات الاستراتيجية التي تنتهجها المقاومة، وخاصة أنه بشكل واضح أن المقاومة لا تعمل بشكل عشوائي كما هو الحاصل في الفترات الماضية. وأنا أعتقد أن هناك معركة أيضا على هامش معركة صنعاء قد تؤدي إلى إسقاط صنعاء بدون الدخول في معركة مسلحة داخل العاصمة. نعم. وهي معركة صعدة ومعركة ربما الساحل إذا انتهت منها القوات الشرعية هناك. نعم، سيد عبد السلام، ما إذا تحدثنا عن الطوق القبلي المحيط بصنعاء، هل نستطيع القول بأنه سيكون مع الشرعية بعد عام من سلطة الميليشيا؟ استطاعت
استطاعت القوى الشرعيه والمقاومه ان تحيد هذا الطوق القبلي، كما استطاع الحوثي من قبل تحييده، وهو مساله العبور من الخط الاسود، اي عدم تبني هذه الجهات القبليه لمواجهه المقاومه في الطريق. وبالتالي هذا التحييد مبدئيا ايجابي، يتبعه ايضا الى ان هناك قوه قبليه من هذه المناطق مستعده لانهاء تمرد الحوثي، خاصه وانهم تعرضوا لاهانات وتفجير منازلهم ومساجدهم ومدارسهم، وايضا تم التعامل معهم بشكل بعيد كل البعد عن الجانب الانساني. فهناك حقد وانتقام في هذا الطوق القبلي. انا اعتقد ان الطوق القبلي سيكون بالتاكيد اذا لم يكن داعم لقوه فهو محايد، وبالتالي انا اعتقد ان لا يكون له تاثير باتجاه او لصالح المتمردين بعد الان. نعم، اذا هل نستطيع القول ان المسار السياسي فقد اهميته في هذه اللحظه، وصار المسار العسكري هو الطريق الذي سيوصل الى صنعاء؟ نحن كما اسلفنا وقلنا ان المسار السياسي هو يحتاج لاعتراف من الانقلابيين بالانقلاب والتراجع عنه، وهو هزيمة سياسية، لكنهم في حال رفضوا واستمروا وهو ما هو حاصل الآن، فبالتأكيد ستكون هناك هزيمة عسكرية، لكن ليس ذلك معناه انتهاء المسار السياسي. المسار السياسي هو في الأخير الحاسم في الأمر وليس الجانب العسكري، لأن المسألة متعلقة بفترة انتقالية يتم إعادة البلاد إليها، وهو انتقال سياسي وليس حكم عسكري. ولكن الخيار خيارات المتمردين، هل يقبلوا بهزيمة سياسية بالتراجع عن الانقلاب بذاتهم، أم يقبلوا بهزيمة عسكرية لإنهاء الانقلاب ومن ثم العودة مرغمين للجانب السياسي؟ نعم، إذن على ضوء هذه الأحداث والمستجدات، هل تتوقع عودة الأطراف السياسية المختلفة إلى طاولة المفاوضات قريبا؟ لا أعتقد أن هناك مفاوضات قبل أن تحسم كثير من الأمور، خاصة ما يتعلق بالجانب الإنساني وحصار المدن وأيضا الجانب المعتقلين، والأهم من ذلك الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة خاصة العاصمة صنعاء. وهذا لا أعتقد أن تقوم به الجماعة المتمردة. الجماعة المتمردة تذهب للانتحار لأنها لم تعد ماسكة زمام الأمور، وإنما هي تتجه باتجاه الجحيم مباشرة دون معرفة ما ينتظرها. هي تعول على تدخل أجنبي، تعول على عمل الوقت، تعول على حالات إحداث إنسانية كالذي يحصل في تعز، ولكن هذا الأمر أعتقد لن يعد مفيد، فأدواتها ضعفت وهزلت، والآن أدوات المقاومة كل يوم تتمدد وتسيطر أكثر. نعم، سيد عبد السلام، إذا عدنا للحديث عن الواقعه الميدانية والعسكرية على الأرض، ما أهمية تقدم المقاومة وسيطرتها على جبهة ميدي وعبس في حسم معركة صنعاء؟ هل ذلك سيؤدي إلى تشتت الميليشيا وإضعافها في الأطراف؟ أولا ميناء ميدي، أولا قبل أن هناك أهمية ذكرناها سابقا وهو الأهمية للساحل، حيث سيطرة على الجانب الإمداد والتسليح، وبالتالي منع دخول أي أجانب بأسلحة سواء أو من خلال دعم بشري. هذا واحد. الرقم اثنين، ميناء ميدي ميناء رمزي بالنسبة للحركة الحوثية، خاصة وأن إيران استطاعت أن تعمل فيه لسنوات خلال فترة المخلوع علي صالح، وأصبحت هناك ميناء أصبح استراتيجي عسكري كمخازن أسلحة والجزر المحيطة به، وكان الحوثيون قد أخذوا كل الأراضي المحيطة بهذا الميناء سواء بالشراء العقارات من الدولة أو بالسيطرة، ما جعلهم يفتكرون أن تكون ميناء لمستقبل دويلتهم إذا ما كان هناك دويلة تم تأسيسها في شمال البلاد في صعدة. ثالثا وهو الأهم، أن هذه المنطقة منطقة عسكرية محادة لصعدة، وهي يعني رأس تمردهم ومنطقة متمركزة لقواتهم، وبالتالي أن تحريرها معناه القرب الجانب العسكري من مدينة صعدة، مثل ما هو وأهميته في قرب القوات العسكرية وقوات الشرعية في نهم من العاصمة صنعاء.
نعم، إذا سيد عبد السلام تفضل بالبقاء معنا، واسمح لي أن أنتقل الآن لأشرك معنا في حديث هذه الحلقة. لينضم معنا من القاهرة اللواء محسن خسروف، مدير دائرة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني. مرحبا بك سيادة اللواء. هل تسمعني؟ سيادة اللواء هل تسمعني؟ يبدو أننا لم نتمكن من إشراك سيادة اللواء. نعود إليك سيد عبد السلام، ما إذا تحدثنا عن الطرف الآخر الآن، ميليشيات الحوثي وصالح، هل تزال لديها الإمكانيات والقدرة على إطالة أمد الحرب؟ قوات صالح والحوثي هي في النهاية تستنزف أكثر، وصمودها ليس طويلا أبدا على الإطلاق إذا ما استمرت في وضعها. هناك أيضا إذا ما قارنا أن خسائرهم متواصلة، هناك قوة تزداد يوما بعد يوم وهي قوة المقاومة، وبالتالي معناه أن الفترة فترة السيطرة ستقل أكثر وتضعف أكثر وربما قريب سقوطهم. السقوط طبعا السقوط العسكري متوقع تماما لهذه الحركة، لأنها تحمل بذور فنائها بداخلها، خاصة وأنها اعتمدت على الجانب العنف والتمدد بالقوة والسلاح. نعم. لكن الإشكالية تأتي بعد الفترة الانتقالية أو بعد الانتهاء العسكري، هل نستطيع تنظيف هذه الجيوب أم إشراكها في العملية السياسية وتجميعها، أم تكون قوة متمردة مستقبليا أم ماذا؟ نعم. هذا الأهم. أما نعم. سقوط الحركة عسكريا أنا أعتقد في أقرب وقت وربما قريب جدا. نعم، إذا السيد عبد السلام محمد مدير مركز أبعاد للدراسات، شكرا جزيلا لك. إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث، وللأسف لم نتمكن من إشراك جميع ضيوفنا في الحلقة. كان معنا عبد السلام محمد مدير أبعاد الدراسات، وكان معنا عبد الكريم سعيل المتحدث باسم المقاومة. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، ونلقاكم في حدث وزوايا أخرى. إلى ذلك الحين كونوا بخير، إلى اللقاء.